تعالوا بقى نسيب كرة القدم، نسيب النادي الأهلي ونروح للكرة المصرية ونبدأ من المنتخبات الوطنية. الحقيقة صحيفة جارديان البريطانية الشهيرة عملت تحقيق عن كرة القدم النسائية في مصر وعن منتخب مصر للكرة النسائية، وخسرته 4-0 أمام السنغال في المرحلة النهائية لتصفيات كأس الأمم الأفريقية، وكان محتوى شوية غريب بالنسبة لي. كنت أتمنى أن جارديان لما تتكلم عن كرة القدم النسائية المصرية تكون في شيء من الإنصاف، ما تبقاش الرسالة بيظهروها أن في مصر الناس شايفة أن كرة القدم للرجال بس، أو أن كرة القدم حكر على الرجال بس. كرة القدم النسائية أصبحت بتحظى باهتمام كبير من الفيفا ومن كل الاتحادات، ومنهم الاتحاد المصري لكرة القدم. ولكن أنا بلوم على الاتحاد المصري في أنه حسب المنشور داخل التقرير، المنسق الإعلامي رفض أي تصريحات من اللاعبين أو الجهاز الفني، وكمان قال هيغرموا مالياً لو حد فيهم يتكلم، يعني أي حد هيتكلم هيتغرم مالياً. يعني يمكن ده كان بعد الخسارة من ماتش السنغال. أنا شايف أن اتحاد الكرة في المواقف دي، في الموقف ده تصرف غلط. كنتوا اتكلمتوا أحسن، كنتوا شرحتوا عملتوا إيه واشتغلتوا إزاي ووصلتوا لحد فين بعد ما كان ما فيش كرة قدم نسائية في مصر خلال السنوات الأخيرة. كنتوا تقولوا ان المنتخب لعب كام ماتش وعمل ايه، وتظهروا المشاهد الرائعه اللي حصلت في بعض المباريات. انا مش بحب اشوف صوره غير جيده عن كره القدم المصريه في الاعلام الاوروبي بالذات، وبالتالي كان لازم اتحاد الكره يتصرف بشكل مختلف اعلاميا في مواقف زي دي، لان التقرير الحقيقه لما تقراه ما عجبكش. انا ما عجبنيش خالص، يعني تقرير عن منتخب مصر الكره المصريه ما جابش لا لاعيبه ولا مدرب ولا حتى عضو مجلس اداره اتحاد الكره الدكتور دينا الرفاعي، لكن جاب ناس تانية خالص ما بين صحفيين ومسؤولين سابقين وأصحاب أكاديميات، ومش هي دي الصورة الحقيقية لكرة القدم المصرية النسائية. يعني في نوع من التطور حصل، وبقينا بنوصل للمراحل النهائية في تصفيات، ولسه منتخب تحت 20 سنة هيلعب على الصعود لكأس العالم في شهر يناير المقبل أمام الكاميرون، وكمان بنشوف لاعبات محترفات في أكبر أندية العالم. فأنا شايف إن ما كانش اتحاد الكرة يترك المجال لظهور تقرير من يعني مجلة زي جارديان، دي مجله كبيره جدا، الشكل ده مش مظبوط ان احنا نظهر بيه. وهنا بتظهر اهميه الذكاء في التعامل الاعلامي. الاعلام جزء مكمل لصناعه كره القدم، ولا بد ان التعامل معاه يكون عن طريق ناس متخصصه. ما ينفعش اي حد يطلع يتكلم ويصرح، لازم يا جماعه نختار التوقيت اللي نتكلم فيه. انت وانت خسران ممكن يكون اهم ان انت تتكلم من وانت خسران. تخيل يعني مصر وصلت لمرحله ما وصلت لهاش قبل كده في الكرة النسائية في تصفيات كأس العالم، طب ما نظهر ده، ما تظهر الحتة دي. مش لازم تبقى زعلان من ان انت ما وصلتش كأس عالم بس، لا، ادي ناس استغلت الفرصة، وصحافة كبيرة في اوروبا استغلت الفرصة وخلت كرة القدم في مصر حكر للرجال بس، في حين ان انت عندك منتخب الشباب ممكن يوصل كأس عالم، وممكن وعندك لسه هتلعب أمم أفريقية، ولسه في حاجات كتير جدا. ومنتخب مصر الحقيقة ان انا شايف ان دكتور دينا الرفاعي أضافت إضافة كبيرة جداً جداً للكرة النسائية، وفي منتخبات بقى فيها محترفات كتير. فده كان الجزء الأهم إن أنت تظهره، من إن أنت تظهر إن كرة القدم حكر على الرجال بس. لا، ده مش حقيقي، مش حقيقي. مصر دلوقتي من الدول اللي عندها تقدم ملحوظ في الكرة النسائية، وأنا آسف إن أنا بقول الكلمة دي، لكن أنت كان لازم تدي الناس اللي تعبت دي حقها. الناس كده حقها تهدر، يعني مش ممكن إن أنت اعلاميا ما نصفتوش كره القدم النسائيه اعلاميا طول الفتره اللي فاتت في الانجازات اللي هم وصلوا لها دي. الوصول للمباراه دي انجاز لفرق ما كانتش اساسا ليها وجود، فبالتالي لما تحط الفرق دي في ان انت ما تتكلمش عنهم وتدي فرصه لصحافه اوروبيه انها تطلع تقارير مش صحيحه، يبقى دي غلطتك وغلطه المنسق الاعلامي اللي انت مسؤول عن تعيينه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، في اطقم تحكيم للسيدات في مصر، وفي اهتمام بكل حاجه تخص كره القدم النسائيه في مصر، فبالتالي ده تطور كبير جدا. كان لازم ده يبرز، كان لازم تبرز الحاجات دي، كان لازم تحط ايدك على ان احنا لا، في تطور، واحنا نقول لكم احنا كنا فين وبقينا فين. هو ده التطور اللي انت تظهره، مش ان انت تسيب الناس تتكلم على هواها، وتسيب ناس صحفيين بقى اصحاب اكاديميات الحاجات اللي احنا شفناها في التقارير دي. ده غلط جدا. ما تسيب اللعيبه المحترفات بتاعتك تتكلم، سيب الجهاز الفني بتاعك اللي وصلك للمرحله دي يتكلم، سيب دكتور دينا الرفاعي مسؤول اتحاد الكره، عضو مجلس اداره اتحاد الكره المسؤول عن ملف الكره النسائيه، تقول ايه اللي حصل في الفتره اللي فاتت. الكلام ده مهم ان هو يبان في الفتره دي.